على مدار السنوات الماضية ارتفعت معدلات الإصابة بمرض السكري بشكل كبير على مستوى العالم. هناك أسباب عدة للإصابة بهذا المرض، إما الجينات الوراثية أو السمنة أو الأنظمة الغذائية غير المتوازنة، وفي بعض الأحيان التقدم بالعمر. وقد يرافق مرض السكري العطش الشديد، كثرة التبول، الشعور بالجوع الشديد، فقدان الوزن، الإرهاق، غباش الرؤية، القروح بطيئة الشفاء، والالتهابات المتكررة. سأعرفكم في هذا الفيديو على أهم الأعشاب التي تساعد على خفض معدل السكر في الدم، ولكن قبل البدء يرجى إيصال الفيديو 10,000 لايك، فهذا يساعدنا على تقديم المزيد. أولاً، الحلبة من الأعشاب المفيدة جداً لصحة الإنسان، ولديها القدرة على خفض معدل السكر في الدم. ثانياً، الريحان. تناول الريحان بصفة منتظمة يضمن لك الانتصار في معركتك ضد مرض السكري. ثالثاً، القرفة من التوابل المفيدة جداً لمرضى السكر من النوع الثاني. رابعاً، الشومر غني بالألياف ومضادات الأكسدة وفيتامين سي، وكلها عناصر تساعد على التحكم في مستوى السكر في الدم. خامساً، الثوم منذ القدم يستخدم في علاج أمراض عديدة ومنها مرض السكري، فالثوم يزيد من إفراز الأنسولين في الجسم ويحافظ على المستويات المعتدلة للسكر في الدم. سادساً، الزنجبيل. ينصح خبراء التغذية بإضافة القليل من الزنجبيل إلى الأطعمة، وذلك لفعاليته في تنظيم معدل السكر في الدم نظراً لاحتوائه على إنزيم نشط في مكافحة مرض السكري. سابعاً، الكمون. فهذا النوع من التوابل معروف بقدرته السحرية على خفض مستويات السكر والكوليسترول في الدم. ثامناً، القرنفل. يتميز بخصائصه الدوائية العلاجية الهائلة، وقد أثبتت الدراسات والأبحاث مدى تأثيره الإيجابي في محاربة مرض السكر على المدى البعيد. تاسعاً، الكركم. يتميز بخصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للأكسدة، والتي ثبت فعاليتها في مقاومة مرض السكري.